اهلا بيكم على محطه ست البيت في البرنامج مطبخ ست البيت مع فالنتينا. النهارده هنعمل معاكم وصفتين زي دايما. هنعمل وصفتين سهلين جدا بس برضو فيهم حاجات مميزه كده، يعني في حاجات احنا متعودين عليها بس هنعملها بطريقه مختلفه. حبيت انا اعمل معاكم صينيه النهارده، صينيه فراخ بس مش عاديه. هندحل فيها سبانخ، والسبانخ ده برضو هندحله بطريقه مختلفه. فاكرين مره كنا عملنا مع بعض السبانخ بالبشاميل وباللحمه مفرومه والجبنه على الوش بالبيت؟ يعني هايله، يعني لو ما اتفرجتوش على الحلقه دي ارجعوا للموقع بتاعتنا دوروا عليها، هايله مش ممكن، يعني اولادي بيحبوها موت. فاحنا هنعمل النهارده وصفه مختلفه شويه، هنعمل السبانخ، صينيه سبانخ بالفراخ بس فراخ مفرومه. فيعني عشان نعمل الوصفه دي احنا هناخد البصله وهنقطعها قطعات رفيعه الاول وهنحمرها. انا بصراحه طبعا يستحسن لو عندكم امكانيه تجيبوا السبانخ طازه فريش، يعني اخضر، تجيبوا احسن طبعا الحاجات فريش. ليه؟ عشان هي مفيده اكتر ودي حاجه معروفه، وفي نفس الوقت هتكون طعم لطيف. لكن برضو يعني خلينا يعني كده هنقول حاجه صريحه ما بين بعض، مش دايما في حاجات بنقابل تكون شكلها كويسه في السوق مثلا، او انا بشتغل انا من مكتب على البيت مع الاولاد مع البيت، فمش دايما عندي استعداد برضو اركز في الحاجات الموجوده في الثلاجه، مش كده؟ فدي شيء طبيعي. فعندي على طول في حاجات موجوده في الفريزر انا ممكن انزلها واخليها تفك، وبال مثلا بنزل الصبح بودي الاولاد المدرسه وبروح المكتب، فقبل ما انزل من البيت بنزل الحاجات انا هعملها النهارده. دايما بفكر اوكي النهارده هعمل فريخ، بنزل الفريخ من الفريزر، وبعد كده مثلا اوكي هعمل النهارده السبانخ، فانزل السبانخ من الفريزر وهو بيفك بقى براحته وانا ما تكونش موجوده، شيء طبيعي. ارجع واعمل الوصفات اللي انا كنت نفسي اعملها. زي ما انتم شايفين كل الوصفه انا بعملها بتكون سهله، ما بتاخدش وقت عشان برضو الاولاد وراهم مثلا مذاكره، فحليني فيهم. اوقات مثلا عندي ميتنجز بعد عندي اجتماعات بعد ما ارجع من البيت برضو ورا الاولاد، لازم اوقات اطلع من البيت فلازم اعمل حاجات بسرعه بسرعه بسرعه، ولازم افكر برضو في صحابي واكلمهم في التليفون واشوف الفيسبوك بس. يلا فالوصفات كلها سهله، ودايما بفكر للبعيد مثلا بكره هعمل ايه النهارده هعمل ايه، عشان اسهل حياتي لنفسي. فعندي البصل دلوقتي هيتحمر شويه، هنحط عليه شويه فلفل، الملح هنحط كمان شويه. دي تركه كده في الطبيخ، لازم لو مثلا بنعمل اي لحمه بنحط ملح في الاخر. ليه؟ عشان اللحمه لو بنحط عليها الملح بتكش، فاحنا عايزينها رايقه كده وكويسه. فاحنا عايزين نحمر البصل بتاعتنا لغايه يبقى لونه ذهبي، ريحته طلعت جميله. فدلوقتي ممكن نحط السبانخ، بس السبانخ بينزل الميه كتير فاحنا هنقصره، يعني ده شيء مش طبيعي طبعا في مصر، بس احنا في روسيا مثلا حتى لما بنعمل كفته او بنعمل الوصفات لو محتاجين نصفي حاجة يعني كأن بنقصر الغسيل، فدي حاجة أنا بصراحة اتعلمت من مامتي. أهي ناخد السبانخ، عايزين نحمره شوية بس زي ما احنا قلنا نشيل المية زيادة اللي احنا مش محتاجين فيها. هنعمل ايه احنا دلوقتي في الفراخ؟ عندي هنوطي النار شويه. عندي هنا فراخ تقريبا حوالي من 400 ل 500 جرام.
انا غسلتها طبعا يعني بالملح والدقيق. اوقات مثلا بحط كمان الخل، بسيب الفراخ في الملح ودقيق والخل في شويه ميه لمده مثلا نقول يعني ربع ساعه كده عشان كل الجراثيم تموت وريها تروح برضو، وبعد كده اشطفها واشتغل بيها. تمام، ادي الفراخ بتاعتي. طب هناخد دلوقتي الفراخ ونضربها في الخلاط عشان نعمل الفراخ مفرومه. دي سهله، نجيب مثلا لحمه مفرومه من سوبر ماركت، لكن نجيب فراخ مفرومه من سوبر ماركت دي حاجه يعني مش طبيعيه. احنا في روسيا متعودين نعمل كفته من كل حاجه، من الفراخ، من جبن، من ديك رومي، من اللحمه. فعندنا تخش سوبر ماركت في كل حاجه موجوده، هنا لا، فمش مشكله. احنا ممكن نعمل الفراخ مفرومه بقى مع نفسنا. كده عملنا الفراخ بتاعتنا، مش كلها، هنكمل دلوقتي في بقية الفراخ. كده هوت، ناخد بقية الفراخ برضو نقطعها بأي شكل يعني، عشان كده وكده احنا هنفرمها كده. نشيك على السبانخ بتاعتنا، هو صفى ميته شويه وده اللي احنا عايزينه كده، بس برضو نسيبه على النار. ناخد الفراخ ونكمل الفراخ. فزي ما انا بقول لكم احنا دايما بنتصرف، لو مثلا بنعمل الوصفه من البلد معين وفي الوصفه دي بنستخدم المكونات معينه مش موجوده في مصر، ما فيهاش اي مشكله خالص. احنا ممكن نفكر في التبديل عادي خالص. مثلا لما بعمل اي وصفه فيها جنزبيل، يعني لو ما عنديش فرصه اجيب جنزبيل فريش الطازه، مفيش مشكله، انا ممكن اخد الجنزبيل البودره واستخدمه، يعني هتبقى طعم قريب منه. او مثلا لما بعمل الوصفات الايطالي، في مثلا الجبنه بارميجانو، مش سهله انا اجيب جبنه بارميجانو في مصر، فعشان كده بستخدم جبنه رومي، يعني طعمها برضو حلوه وبتدي طعم بالترجمه المصريه زي انا بقول لما بطبخ معاكم. فخلاص احنا كده عملنا الفراخ بتاعتنا. عندي هنا 2 بيضه، فهنكسر، نقفل السبانخ، هنكسر البيض في الفراخ. فاحنا هنكسر البيض في الفراخ وهنخلطه كده هوت على بعضه اهي. ممكن دلوقتي نحط شويه فلفل كمان لو انتوا حبيتوا، لو عايزين اي توابل تانيه. ايوه شويه فلفل. هناخد كمان معانا بقدونس، هناخد بقدونس اخضر في الوصفه دي اهي. هنحتاج وراه بس مش هنحتاج العود بتاعته، فانا احاول برضو ارفع. انا يعني قلت لنفسي لو عندي فرصه اطلع اي كورس مع شيفات البروفيشنال المختلفين احاول اطلع معهم بصراحه.
عندي واحد صاحبي اسمه دانييلي، هو جه في الاستوديو معايا. شفت الحلقه دي؟ لو ما شفتوش اطلعوا على موقع. الراجل مش معقول، يعني الحاجات هو بيعملها حلوه جدا. فاحنا مع بعض كنا عملنا باستا وعملنا الريش داني، كنت مع تجنن بصراحه، هو راجل لطيف. فالشيفات البروفيشنال دول مش معقولين، يعني بيعرفوا يشتغلوا بالسكينه. انا عمري مش هعرف، تقريبا مش هعرف، بس انا ست البيت، فانا بصراحه بالنسبه لي مش هيبقى حاجه مهمه جدا اشتغل بسرعه وتكون كان انا في مثلا في مسرح، لا يعني عادي. انا في البيت، انا ست البيت، احط انا البقدونس كله، هنحطه في الطاسه، هتدي طعم مميز كده للوصفه. هننضف بس مكاننا، بحب انا النظام، لازم تكون كل حاجه مظبوطه. هناخد دلوقتي سبانخ، هو بارد شويه، نحطه على فراخ كده، ماشي، ونخلط برضو كل الحاجات على بعضها. عندي هنا جبنه، انتوا ممكن تستخدموا اي جبنه انتوا عايزين، انا بستخدم جبنه جوده، ممكن نستخدم جبنه رومي برضو هتكون طعمها حلوه. هنستخدم 30 من الكميه، بس هنسيب شويه ليه؟ عشان بعد كده هناخد بقيه الجبنه ونحطها على الوش بتاع الصينيه. اهي نخلط كل حاجه على بعضها كده. هوت هي اوريدي ريحتها حلوه، بقيت ريحتها على طول حلوه. هناخد صينيه بايركس وندهن الصينيه بالزيت طبعا، ضروري جدا عشان لو ما عملناش كده الوصفه بتاعتنا هتلزق جوه الصينيه. فطبعا احنا مش محتاجين شكل، فهناخد الفراخ بتاعتنا بالسبانخ دي. الاكله دي لازم تتعمل جنبها حاجه، تتعمل مثلا مكرونه او رز او بطاطس، عشان يعني دي اعتبروها لحمه بشويه الخضار، تمام؟ فلازم جنبيها حاجه، ما ينفعش دي يعني دي تبع رئيسي، بس لازم جنبيها حاجه بس طعمها حلو يعني، وجديده كمان ومفيده كمان، عشان هقطر سبانخ طبعا كل الفايدات فيه موجوده، تمام؟ حطينا السبانخ جوه، بس ناخد بالنا الحاجات تكون كل حاجه في المستوى واحده، ماشي. دلوقتي هعمل انا حاجه، هناخد مع بعض مسطردة. عندي هنا مسطردة وعندي هنا صلصة طماطم، هناخد معلقة صلصة طماطم على معلقتين المسطردة، ولو عايزين احنا ممكن كمان ناخد الشطة ونحط في الحليب ده، يعني حد ما بيحبش مسطردة مثلا مفيش مشكلة، انتوا ممكن اصلا ما تحطوش ولا صلصة الطماطم ولا مسطردة، حسب اللي انتوا عايزين، تمام؟ بس انا في الوصفة دي احط المسطردة بالصلصة الطماطم على الوش بتاع الصينية بتاعتي. طبعا الفرن شغال، درجة الحرارة من 180 ل 200، برضو كل واحدة عارفة الفرن بتاعها، يعني مثلا انا لما بروح عند صحابي وهما بيقولوا لي تعالي نطبخ سوا، لو الفرن اللي انا مش متعوده عليه الفرن غريب بالنسبه لي، يعني لسه بنتعرف على بعضه، ممكن الوصفات ما يطلعوش مني كويس، فبرضو كل واحده تكون عارفه الفرن بتاعها صح، تمام. دلوقتي هنرش الجبنه
نحوش الصينية. تمام، بسيط. لو عايزين على فكرة دي برضو ممكن حاجة نعملها، نحط الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة وبعد كده نطلعها، نزود الجبنة لو انتوا بتحبوا جبنة كتير وندخلها تاني، نحط شوية ملح، ما تنسوش احنا ما حطناش الملح، ما تنسوش برضو السبانخ يدي طعم مملح. تمام، فاحنا كده عملنا اول وصفة، هنبتدي نعمل الوصفة التانية. الوصفة التانية هنعمل الشوربة بتاع الجزر. ففي شوربة الجزر احنا هناخد الزبدة. الشوربة الجزر دي مش هتكون عادية، اولا هنستخدم مكونات بسيطة جدا بس ان شاء الله هتكون حلوة هتعجبكم. هناخد الزبدة هنحطها في الطاسة، انا مش هولع عليها عشان لو سبت الزبدة كتير على النار هيتهري مني. تمام، فهناخد جنزبيل. جنزبيل برضو احنا مش متواجدين عليه، مثلا في اوروبا بيستخدموا جنزبيل كتير، في تايلاند برضو بيستخدموا جنزبيل كتير، في الهند ممكن في روسيا لا، احنا ما فيش حاجه اسمها جنزبيل اصلا في الحاجات الاصليه، نو ما عندناش، بس مش مشكله يعني اهو انا روسيه عايشه في مصر وبتكلم المصري مكسر، بس سامحوني يعني نفسي اتكلم معاكم على طول. ناخد كمان البصله برضو نقطعها، على فكره مش ضروري نركز احنا هنقطع القطعات ازاي، ليه؟ عشان خاطر احنا عايزين نحمرهم نديهم الطعم لطيف مع الزبده، بس بعد كده لما نخلص الشوربه دي احنا كده وكده هننزلها في البلندر وهنعملها بيوريه. ليه بقى؟ الشوربة دي الأصل بتاعها في فرنسا، وفي فرنسا هم بيحبوا حاجات كلها ناعمة قوي. فمثلا احنا في مصر لما انا بعمل شوربة بيوريه هعمل شوربة بيوريه وخلاص، لكن في فرنسا كمان بياخدوا المصفى وبيصفوا الشوربة عشان تكون شكلها يعني ناعمة خالص، ودي حاجة جميلة جدا. كمان ناخد بتاع مثلا اتنين قطع من الثوم، ناخد شوية زيت زيتون حاجة بسيطة بس عشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرش مننا، ونحط كل المكونات جوه مع الزبدة على طول. اول ما حطينا زبده هي هتبتدي تسيح، حطينا جنزبيل كتير، حطينا ثوم كتير، مش كتير قوي يعني، بصل حطينا كتير. وبين المكونات الثانيه عندي بيتحمروا في الزبده، انا ابتدي اجهز الجزر. ولو تشوفوا معايا ايه هنا عندي لبن، فاحنا هنحمر دلوقتي البصل والجنزبيل والثوم، هنحط عليهم الجزر، هنشوحها شويه وبعد كده مش هنحط ميه، هنحط لبن وهنستنى لغايه كل الحاجات تبقى تخلص، وهنكمل الوصفه بتاعتنا باللوز. يعني دي برضو حاجه جميله، مش هنحط اللوز جوه في الشوربه ذات نفسها، هنحطها على الوش قبل التعجين، يعني هتكون حاجه يعني جميله اهي. عندي كل الحاجات دلوقتي بتتحمر، فبرضو الطريقة احنا هنقطع الجزر مش مشكلة، يعني ممكن نقطع المكعبات وسط او صغيرة او كبيرة، في الاخر هما لازم يتعاملوا معانا كويس. فاحنا هنطلع فاصل سريع دلوقتي، اكمل انا تقطيعه الجزر، احطه في الشوربه زي ما انا قلت لكم، الحاجات تتحمر يا دوبك يعني لبقى لونهم اتغير، احط جزر اشوحهم شويه، احط عليهم اللبن
وبعد كده أسيبه مثلا لمدة 20 دقيقة وارجع لكم عشان نكمل الوصفة ونشوف هتكون شكلها عامل ازاي. خليكم معانا.